السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض الجزء الأخير في سلسلة الألتراساوند إن تروما اللي هي الباسكولار تروما. ومش عايز يعني زمايلنا الصغيرين يتخضوا لما يسمعوا الكلمة دي باسكولار تروما، يعني لازم أكون بقى وحش دوبلر وكلام من ده. لأ، أساسيات الدوبلر مطلوبة منك، مش لازم يعني تكون بتعمل بقى فحص الفاريكوس فينز ويلي ويلي، لا لا، بس أساسيات الدوبلر مطلوبة. طبعا الباسكولار تروما زي ما انتم عارفين تيجي بقى بحادثه، تيجي بطلقه، تيجي بسكينه، وات ايفر، ارتري او فين اتعور. نفتكر ان الكورس بتاع التروما اتكلمنا على الابدومين، على الشيست، على البريجنسي وتشيلدرن، الميديكو ليجاليتي العاليه، النيك والاوكلر، سكروتر ودينايل، ماسكو سكيليتال. دلوقتي جه دور الباسكولار تروما. في شويه قواعد كده عايزين نعرفها، يعني مثلا لو عنده الرجل اليمين هي اللي فيها المشكله، ابدأ بالشمال ازاي يا دكتور علشان احط ستاندرد للماشين، اعرف السرعات اللي هنا النورمال بتاعها كام، بياخد كلر عند كام، البلس ويف عند كام، تمام؟ بعد كده اقوم داخل على الابنورمال، ده بفرض انها كانت يونيلاترال تروما. لو بايلاترال تروما مش هتفرق معايا. طيب ستارت ديستال، هو احنا مش هنعمل مثلا لمب بالكامل، هنعمله كل حاجه، لكن فرضا زي الحالات اللي كنت بقابلها في المستشفى العسكري، وورتروما، القنبله مفرقعه في الواحد، ففي سيرجن بيشتغل هنا وسيرجن بيشتغل هنا، وانا مثلا بيقول لي مش حاسين البلسيشن، فانا بحط حطه هنا وحطه هنا سريعه جدا، لقيت بقول لهم ده بنسبه 99% الدنيا هتبقى كويسه. ليه ال1% ده؟ انا سايبه بقى عشان الفوكال تروما، يعني مكان الانجري نفسها اكيد في تروما، لكن في ديستال بلسيشن، في ديستال بلسيشن، يقدروا يعملوا بقى الريسسيتيشن، يعملوا كذا 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 لغايه لما توفروا لي وقت اقدر اعمل الفول فاسكولار سكان. فالمفروض نبدا بصه ديستال في الليمب سواء الابر او اللور، لان تقريبا يعني بيبقى فيه هنا كذا دكتور، فيا دوبك انا واخد ايه مساحه كده صغيره، لكن بقدر احكم بيها، بقدر احكم بيها. طب لو بالفرض مش مفيش وقت ومفيش مساحه ان انا اعمل سكان ومطلوب مني تقرير، هكتب ان ده ليميتد ستادي فوكسد ات الارتري الفلاني في المكان الفلاني فقط لا غير، عشان بس نقطه الميديكال يعني. تمام؟ فانا لو حتى هعمل الليمب بالكامل ابص بصه سريعه، تمام، عشان اكون كده فكره الاستادي هتاخد وقت ولا مش هتاخد وقت، الاستادي دي فيها حاجه خطيره ولا ان شاء الله حاجه هينه. نظبط الماشين على الفينس استادي. اشمعنى انا بتكلم يا جماعه بوست تروماتيك اسكيميا، ارتري اتقطع، ارتري ضغط عليه اند، وبالتالي السرعات قليله، يبقى لازم اظبط الماشين من اولها انها تلقط السرعات القليله، يعني اخليها فينس استادي واعمل كمان اللو فلو سيتنج اللي هنقولهم كمان شويه. الاثنين ارتريز الاساسيين بتوعنا اللي هم مين؟ الدورزاليس بيدس والبوستيرو تيبيال، وهقول لكم هنجيبهم ازاي. طيب الفلو سنسيتيف ميجرز، انا دلوقتي داخل على حاجه ممكن تكون السرعه فيها قليله جدا لدرجه الكلينيشن حط ايده مش حاسس، حط ايده مش حاسس، هو بيحط ايده هنا فين؟ behind الميديال مالورس، يبقى بيدور على البوستيريور تيبيال. طب هنا in between الانتيريور مالولاي سنه قدام، يبقى كده بيدور على الدورسالس بيدس. ما لقاهمش، تعالى يا دكتور الاشعه لو سمحت شوف لي فيهم فلو ولا لا. فاول حاجه بقلل السرعات جدا، طبعا احنا بنخليها بين ستادي وكمان اقلل، هنعمل لو بي ار اف، لو فيلوستي سكيل، احنا بنتكلم هنا متخيلين 5 سنتي بير سكند، اقلل الوول فلتر، اعلي الكالر جين، او استخدم الباور دولار، انا عايز اي حاجه القط ولو مينيمال فلو، لان الدنيا زي ما انتم شايفين ايه ده سيرجيكال انفيزيما على سبلنترز على وممكن رو اريا في السكين حته ما طايره خالص، فلازم اكون مستخدم لو فيلوستي سيتنج او فلو سنسيتيف ميجرز. ساعات لما تبقى في رو اريا بقول لهم بقى نحط طبعا البروب في جلوفز ونستخدم كي واي جيل، حاجه كجيل معقم، الحاجات دي بنشوفها في الحوادث. او الاثنين ارتريز الاساسيين اللي انا ببص عليهم بصه سريعه اللي هم مين؟ الدورزاليس بيدس والبوستيريور تيبيا. الدورزاليس بيدس باي اناتومي ببص بمنتهى البساطه كده ما بين الميديال مانيوس واللاترال مانيوس، واقوم حاطط البروب احطه ال اس ولا تي اس؟ حطه الاول تي اس. ليه؟ البيسل هيبقى جاي بالطول، فانا كده ضامن 100% ان انا اقطعه، فهقطعه
تي اس وانجل مثلا كرينيال او انجل كودال عشان ايه؟ طبعا الدوبلر بيحب الحال المايل زي ما زميلنا الفاضل دكتور عمرو الهادي كان بيقول كلمه جميله جدا. طيب قطعناه حطينا الكالر وظبطنا السيتنج، نعمله بقى ال اس وناخد سامبل. يبقى الاول انا بقطعه بالتي اس، بعد كده بعمل السامبل بالال اس، وانا مظبط بقى السيتنج ومظبط ومظبط. ايه اخبار الفلو فوق وتحت البيزلاين؟ جميل جدا. انت بتتكلم في ايه؟ في انه تراي فيز، ممتاز. طبعا هنظبط بقى السرعه وما الى ذلك. طيب البوستيريو تيبيال نجيبه فين؟ ادي الميديال ماريس، احط البروب تي اس وراها، عملت له ايدنتيفيكيشن، برضه ما تحطش بيربنديكولر، ميل بقى كرينيال ميل كودال وظبط الكالر. بعد كده اعمل ال اس وخد السامبل بتاعتك. ايه الاخبار؟ زي الفل، بس ده على ناحيه واحده من البيز لاين، يعني مونو فيزيك مش مالتي فيزيك، مش مشكله لان هنا السرعات عاليه جدا. لو قللت الول فلتر انا ممكن الاقي الكومبوننت اللي هو الثاني ده. بس ان جنرال شارب سيستوليك بيك زي الفل، مفيش اي مشكله، زي ما انتم شايفين طبعا بقى السيرجيكال انفيزيما ويلي ويلي ويلي، مفيش مشكله. تمام، يبقى عندنا الاثنين ارتريز دول انا ممكن ابص عليهم في دقيقه او دقيقتين واقول لبقى الكلينيشن في وفي. طب يعني كده نورمال ستادي؟ لا انا ما اقدرش اقول نورمال ستادي، انا هقول في وفي في المكان اللي انا شفت فيه بس. بس العيان ده ممكن نستحمل ان انا مثلا نعمل له ريسسيتيشن وي وي لغايه لما اوفر لي تايم للستادي كامله. ايوه تمام اوكي. معلومه كده سريعه عن حته الفيزيستي وكده، ان ده اسمه بيس لاين، لما نلاقي الفلو فوق وتحت اسمه مالتي فيزيك، وده النورمال بتاع الاكستريميتيز الابر واللور. لو لقيناها طبعا 1 2 3 فاسمها تراي فيزيك، بس خلينا في اللفظ العام اللي هو اسمه مالتي فيزيك. طيب لو لقينا في الاكستريميتي كله في ناحيه واحده من البيز لاين بقى اسمها مونو فيزيك، لكن السيستول شارب والسرعه كويسه 90 ومش عارف 40 50 ايا كان، يبقى اسمه مونو فيزيك هايبريميك، كما في الناس بتوع الاكسرسايز السيلولايتس اند اللي هو حصل شويه فازو دايلاتيشن فقلل لي البريفرال ريزيستنس. طيب لو في حاله التروما والايتل ويف فورم في الاكستريميتي كده، يا نهار ابيض السرعات قليله وبرولونجت سيستوليك بيك، ده اسمه مونو فيزيك دامبت او مونوفيزيك لو فلو او اللي هو بربس تاردس. تمام، فالويف دي ام سرعه قليله ام بيك خد وقت طويل، هي دي اللي بنقلق منها في حالات التروما. لكن لو لقينا مونوفيزيك والسرعات كده عاليه جدا، تمام، او التايم تو بيك قصير جدا، طلع مره واحده كانه خط مش خد فتره عقبال ما وصل للبيك، ده كويس، ده هو الخطر بتاعنا. الثلاث محاضرات دول ازاي نظبط الكالر موجودين على اليوتيوب، كالر دوبلر ميد ايزي 1 و2 و3، ابقوا ارجعوا لهم لو يعني ده للنواب الصغيرين. طيب نيجي بقى على حته الفاسكولار تروما. انا دلوقتي كفاسكولار سيرجن او كاي ار لما ببص على حاله فاسكولار تروما بيهمني هل فيها حاجه اسمها هارد ساينس ولا سوفت ساينس. الهارد ساينس الحق ده انا ممكن ندخل ايه العيان مثلا الاوبريشن على طول، بالذات لو كان هيمودايناميك انستابل. السوفت ممكن نهدى عليه شويه. طب الهارد زي ايه؟ مفيش بلسيشن. لو العيان هيمودايناميك انستابل اعمل ايميجنج بسرعه. طبعا مفيش بلسيشن، بالور كولدنس، او في اكتف بليدنج او اكسباندنج هيماتوم او ثريل وميرما، انت بتتكلم في ارتيروجينس فيستولا. السوفت ساينس بقى هو قال ان كان في بليدنج او في هيماتوم ما بتكبرش، او في مثلا قطع قريب من البس اند سو اون، فهو يقول لك في هارد ساينس ولا سوفت ساينس. اشمعنى عايز يحدد دي من دي؟ علشان بقى البروتوكول بتاعه. لو عيان تروما وهيمودايناميكالي انستابل خش على طول، ده سيرجري على طول، اميديت فاسكولار اكسبريشن. لكن لو مفيش الانستابيليتي يعني عين ستيبل الحمد لله وعنده الهارد ساينس، المفروض يعمل كونفنشنال انجيو. طبعا ده مش موجود في معظم مستشفياتنا، فهيعمل ايه؟ هيعمل دوبلكس. طيب لو مفيش الهارد ساينس وفي السوفت ساينس هيعمل ايه؟ هيعمل دوبلكس. لكن لو مفيش خالص هيوبزرف. فاحنا عندنا في معظم مستشفياتنا سواء الهارد ساينس او السوفت ساينس دوبلكس. urgent doppler study for extremity for neck ايا كان بقى مكان التروما. طيب ايه انواع الفاسكولار انجيز؟ هي انواع كتير. ممكن يكون حته كونتيوجن مش هعرف اشوفه، لا في تير ممكن نعرف نشوفه، لو في مثلا ترانسكشن سواء انكمبليت او كومبليت لا ممكن نعرف نشوفه، لو الارتري فتح على اللي حواليه يعني عمل سودو انيريزم هنشوفه، لو الارتري فتح على الفين يعني ارتيريو فينس فيستولا هنشوفها، لو في حته انتمال فلاب يعني دايسكشن هنشوفه. يبقى ممكن نشوف
تايبس كتيره من الفاسكولار انجريز. العيان وقت ما هيجي لنا ممكن يجي لنا بسيمتوم من اتنين كبار، يا اما هيجي ببوست تروماتيك اكيوت ديستال اسكيميا يا اما ديستال سويلنج. لو ديستال اسكيميا هنفكر بالطريقه دي، لو ديستال سويلنج دي في اخر المحاضره دي ليها برضو طريقه تفكير. طيب لو ديستال اسكيميا ممكن يكون ايه؟ الاكلينيشن ادي الرجل كويسه وادي الرجل دي بقت بيل، بقت كولد، بقى مفيش فيها بلسيشن، الحقني يا دكتور دوبلر انا مش حاسس البلسيشن والرجل فيها كذا كذا كذا. تمام؟ انت هتبص عليها، ممكن تدور على ارتيريال ترانسكشن الارض القطع، ارتيريال ثرومبوزس، اكيوت كومبارتمنت سندروم، لكن دي هتخش بحاجه ثانيه كمان غير انها ديستال اسكيميا، ديستال سكولينج. significant arterial venous fistula ممكن يكون معاها ميرمر كلينيكالي او ثريل بلس اور ماينس، او ممكن يكون الحاجه بقى المشهوره اللي ممكن ما نجيبهاش بالدوبلر اللي هي البوست تروماتيك فازوسبازم. طب ايه قصه الفازوسبازم دي؟ الموضوع بسيط خالص، طلقه عدت من جنب الارتي عملت شوك ويف حصل فازوسبازم، هيماتوما عمل كومبريشن حصل فازوسبازم، اتزنق ما بين الفراكشر بونز حصل فازوسبازم. تمام؟ فالفازوسبازم ممكن يحصل نتيجه كذا حاجه وممكن يفك لوحده وممكن يفك بقى اياتروجينك احنا اللي نعمله. تمام؟ ودي امثله لباقي الحاجات بقى ترانسكشن وارتيريو فينس فيستولا اند ناخدهم بقى في صوره كيسز ونناقش المواضيع واحده واحده. ده مثلا عيان كان واخد مثلا كات ريست ولا حاجه، اذا وقعت على ايده او سكينه وات ايفر، فالانجري كانت ناحيه الالنر سايد، فجينا نبص على الالنر ارتري، اه فعلا في هنا الانجري سايت والفيسل مش باين كويس في الحته دي، يبقى بالبي مود ممكن يكون في هنا مشكله. هو بيقول لك الكلينيشن في حته اسكيميا خفيفه على الالنر سايت، تمام بلس اور ماينس. طيب نيجي نبص على الالنر بروكسيمال للانجري زي الفل، يا دكتور ده ناحيه واحده من البيز لاين، يعني مونوفيزك بس السرعات بتاعت 50 سم بالسكند، ممتاز جدا. تمام؟ دي نقطة، النقطة الثانية شارب سيستوليك بين، حتى لو كان مونوفيزيك ده مونوفيزيك هايبينك، مفيش أي مشكلة، ده نورمال. أوكي؟ ده بالنسبة للبروكسيمال. طب بالنسبة للديستال للإنجري سايت، دامبت جدا. تمام؟ ومش عارف حتى أظبطه على ناحية واحدة ولا لا، يعني في شوية تيربلنت كده للفلو، لكن السرعات قليلة جدا. تمام؟ أنا بتكلم في ده اللي ممكن يتقال عليه باربستاردس. يعني كده في فعلا مشكلة هنا؟ ايوه في مشكلة وانا مش شايفها، طبعا هنحاول نشوفها. دايناميك تعال نشوفها ايه اللي حصل في الارتري، ايه ده الارتري فيه كده فلاب قاعدة تتحرك لوحديها، الفلاب اللي بتتحرك لوحديها دي معناها ايه؟ معناها ان في بارشل ترانسكشن في الحتة دي، الحتة دي اتقطعت، عشان كده ديستال ليها الفلو بدا يبقى دامبت، بدا يحصل فيه ريفلكس فازوسبازم. يبقى دي اول واحده من الاسباب اللي ممكن تعمل فازوسبازم، ان حصل بارشال ترانسكشن للارتري. تمام؟ اوكي. طيب لو العيان عنده قطع وفي فعلا هنا دامبت فلو ومع ذلك انا مش لاقي اسكيميا، الكلينيشن بيقول لي ايه الاخبار هنا بس الايد كويسه وحمراء ورد وهوت و100 100، ده ممكن يبقى نتيجة حاجة اسمها كومبليت بالمر ارش او بيتنت بالمر ارش. اعرفها ازاي؟ ديستال للانجري اه دامبت بالنسبة للالنر، ديستال للانجري بقى على الراديال ده ما بقاش بقى فيسل عادي، ده الفلو زاد جدا والريزيستنس قلت، يعني في حاجة شفطت منه البلط، ده نتيجة ان في كومبليت بالمر ارش. البالمر ارش في عندنا حاجه اسمها ديب بالمر ارش وحاجه اسمها سوبرفيشال بالمر ارش. الديب بالمر ارش اللي هي بتيجي معظمها من الراديال وبتسبلاي الالنر، اه يبقى كده واضح طالما في مشكله في الالنر انا هاخد التعويض من الراديال عشان اسبلاي بقى باقي الايه الصوابع اللي في الالنر سايد. فكون لقيت كده على الراديال ديستالي يبقى ده كومبنساتوري هايبريميك فلو، ده مونوفيزك مونوفيزك هايبريميك ما فيهوش اي مشكله. تمام؟ يبقى ده غالبا بيقول ان ده كومبليت بالمر ارش، فمش كل الحالات اللي الفيسل ممكن يتقطع بالكامل هلاقي اسكيميا، لا. والحالات اللي زي كده الكومبليت بالمر ارش ممكن اصلا الفيسل ده لو ميت هربت خالص شيلوه مفيش اي مشكله، الهاند مش هيحصل اسكيميا لان السبلاي جاي من الناحيه الثانيه. فدي معلومه هتبقى مهمه في الابر اكستريميتي تروما. طيب تعال نشوف حاله ثانيه، ده عيان لور اكستريميتي تروما
فرضا مثلا حادثة عربية وفي كوميوتد فراكشر في الديستال فيمر، وفي هنا حتة هيماتومة ضخمة جدا، الكلينيشن انا مش حاسس الديستال بلسيشن، يعني في اكيوت بوست تروماتيك ديستال اسكيميا. ممتاز، اعمل لنا الدوبلكس يا دكتور. تمام، طيب انا بصيت تحت ديستالي كده بصه سريعه، لقيت فعلا دم بتفلو. لا، ناخد بقى من فوق لتحت، وانا عارف من مكان الانجري سايت اهو. تمام، مكان الانجري سايت بروكسيم الاول، الانجري سايت الفيسل زي الفل، تراي فيزيك وسرعاته 100 100، الدنيا كويسه قوي. عند الانجري سايت اللي فيه هيماتوما، الفيسل حواليهم حاجه هايبو اوكاي كبيره، بيري فاسكولار هيماتوما. طالما بيري فاسكولار هيماتوما دي لوحديها ممكن تعمل كومبريشن، تعمل بازو سباز. تعال نشوف ديستال ايه اللي حصل. عند البوبليتيال، يا نهار ابيض، ده السرعات قليله لدرجه ان انا حسيت انه فين. لا، انا اتاكدت ان الفين اللي هو اللي قدام سرعاته اعلى من الارتري اللي هو ورا. هو عفوا مش قدام ورا، لان انا ببقى هنا بوستيريور ابروتش، فالفين بيبقى سوبرفيشال والارتري هو اللي ديبر، فانا متاكد ان انا في الارتري، ومع ذلك في very low arterialized flow very low velocities. ده واضح ان ده بارفا ستاردس بتاع بلاده، وديستال برضه بارفا ستاردس. تمام، بس اخف شويه من هنا، يبقى انا عندي فعلا في significant affection في الحته دي. البيري فاسكولار هيماتوما عامله كومبريشن، عامله فازوسباز. يبقى الفازوسباز ممكن يحصل نتيجه لو دي كانت طلقه كنت اقول لك شوك ويف، نتيجه الهيماتوما دي عامله كومبريشن، او ممكن يبقى مزنوق ما بين العظم ولا حاجه اللي هي ارتيريال انترابمنت زي مثلا هنا او هنا. يبقى لازم نفك الهيماتوما دي، مش الفيس يعني، الفيس نفسه كويس، فك الهيماتوما اللي حواليها، اعمل درينج للهيماتوما، العيان ده هيتحسن ويبقى زي الفل. طب ما اتحسنش بعد ما فكيت الهيماتوما، ممكن نحقن بقى جواه بابا بيرين ولا حاجه، اي حاجه تعمل فازو دايليتيشن عشان تفك السبازم اللي حصل. طيب حاله ثانيه، المره دي ايه اللي حصل؟ طلقه خدها في الديستال ثاي قبل الفيمورال كوندايلز. جايين نحس البلسيشن، الديستال بلسيشن مش محسوسه. خلاص جاي ابص على الدوبلر، ديستالي مفيش خالص، لدرجه ان انا ما لقيتش ديستال لمنطقه الني، فطلبنا سي تي اي. بعد ما عملنا السي تي اي مكانها وديستالي عند الليج دي تيبيا وفيبيلا مفيش اي انهانسمنت للفيسكس، وبروكسيمالي ايه ده بروكسيمال سنه برضو الانهانسمنت قليله. طب ليه؟ دي حاجه ممكن ترجح انها فازوسباسم، خصوصا ان الفيسلز مش في المنطقه دي، البيسل مثلا في المنطقه دي، ومع ذلك ومفيش هيماتوما، يبقى دي الشوك ويف بتاعه الطلقه هي اللي ممكن تكون عاملاها. ان جنرال خلاص انا هعمل باسكولار اكسبلوريشن كباسكولار سيرجن. خلاص قبل العمليه على طول بصيت على العيان كلينيكالي، انا حسيت البلسيشن. يا دكتور الاشعه ما تبص لي بصه ثانيه كده قبل العمليه، لقينا الفلو بقى نورمال من اول لغايه الليد. ايه ده معناها ايه؟ ان كان في فازوسبازم وفكت بالكامل. دي كانت اول حاله في حياتي كنت اشوفها اسكيمي، ان انا لقيتها بعد التروما مفيش اي بلسيشن خالص. ندهت زميلتي الدكتوره داليا محمد جزاها الله خيرا السينيور، فعقبال ما نزلت من السكن قالت الحاله نورمال بالكامل. قلت لها طب ايه ده اللي حصل؟ قالت لي فازوسبازم كلاسيكيه. طب ده كده انا مش هعرف اشخصها لو هي لسه ما فكتش، انا بالنسبه لي اسكيميا وبس. مين اللي يشخصها؟ لان دي نقطه هتبقى مهمه، الانجيو، يا اما انجيو يا اما سي تي اي يا اما بقى ايه الفاسكولار اكسبلوريشن دايركت. الانجيو ليها كذا علامه، علامه منها تابرنج، سموث تابرنج، علامه ثانيه مالتيبل بيدنج ابييرنس، دي اللي هي كونتراكشنز في مالتيبل فيسلز. يبقى لو لقيت مالتيبل كونتراكشنز، لقيت سموث تابرنج، العلامتين دول بيقولوا انه في فازوسبازم. هو مهم جدا انك تحطه في بالك وانت بتعمل الاستادي، وكذلك الكلينيشن. اشمعنى؟ لانه لو كان مايلد اسكيميا، تمام، العيان ده هيبقى كونزرفاتيفلي مانجد. طب لو كان سيجنيفيكانت هيقول لك هو السبازم ده فوكال ولا ديفيوز؟ لو ديفيوز انديوليومينال بازو دايليت زي البابابرين مثلا والنيتريتس، لو كان فوكال بالون بقى انجيوبلاستي اند دايليتيش، هفكه يعني هفكه. تمام، طبعا الاسباب بتاعه البازو سبازم مش كلها تروما، في تروما بتبقى عامله انجري للوول،
في تروما فروم اوتسايد زي كومبريشن مثلا بهيماتوما ولا حاجه، لكن في حاجات تانية السيفير كولد ويذر زي مثلا حالات الرينوتس، او اكسترنال ستيمولاي زي الكوكين، انترنال زي الهيستامين، اند اند اند. فالفازوبازم ممكن يقابلنا في التروما، وممكن يقابلنا في حالات تانية زي الناس اللي بتيجي مثلا ب ان اكسبليند هيديك، ابص عليها الاقي الانترنال كاروتيد ناره شويه في اليوم، اجي ابص عليها بعدها بفتره الاقيه نورمال، يبقى ده فعلا كان فازوبازم. طيب حاله تانية انجري برضو، وايه اللي حصل؟ ديستال اسكيميا. تمام، طب تعال نشوف ايه ده، ده مكان الانجري انا مش شايف الفيسل وول، ده ممكن يكون ديسربتد ترانسبتد وات ايفر، بس ديستالي كومبليت ثرومبوزس. ثرومبوزس، بظبطت كده لقيت فعلا في هنا فلو بعد كده اتقفل. يبقى الاكيوت ثرومبوز ممكن تحصل بعد الانجري سايتس او بعد التروما ان جنرال. يبقى ممكن يحصل فازوسبيز، ممكن يحصل بريفاسكولار هيماتوما، ممكن يحصل الشوك، وممكن يحصل ثرومبوزس. طب انا متخيل الويف اللي هي داخله على الحيطه السد دي ممكن يبقى منظرها ايه؟ منظرها حاجه اسمها ستامب لايك. تمام، حاجه ويف كده سرعتها قليله وواقفه كده زي السبايك. تمام، زي النيدل تايب. ممكن نشوفها الويف دي في الكومبارتمنت سيندروم، وممكن نشوفها بري اوكلوز اسمها ستامب ويف، اوكي، او باتر. طيب الحاله اللي بعديها تعال نشوف عيان، وليكن التروما دي حاجه من اتنين، يا اما فراكشر هيومرس، عفوا فيمر، وفي فراجمنت خبطت في الفيمر الارتري، قطعت حته من الفيمر الارتري فبدأ يعمل ايه؟ يؤوز بلاد حواليه، عمل لي بيري فاسكولار كوليكشن. ايه ده؟ ده فيه فلو وازرق واحمر، ده شبه البيبسي ساين، وفي نيك بيكونكت الاثنين مع بعضين. الاحتماليه الثانيه والاشهر ان المستشفى دي بيتعمل فيها قساطر كتير، كاردياك كاتيتريزيشن عن طريق السيلدنجر تكنيك، دخل شك فتح الارتري. طب لو واحد بقى يعني مش ويل تريند وعمل هاي ابروتش، دخل شك مره واثنين وثلاثه، ده انا ممكن اعمل لي كذا فاسكولار كوليكشن، دول اسمهم ايه؟ فولس انيوريزم، لان الوول بتاعه عباره عن ثرومبوز او فايبروز او مش وول بتاع ارتري، يبقى اسمها فولس انيوريزم او اسمها سودو انيوريزم او اسمها بلسيتنج هيماتوم. من اشهر الاماكن الانجواينال ريجن، يا اما الاقي صوره ماس، يا اما الاقي ايكيموزس عنيف في الحته دي. بالبي مود بيري فاسكولار سيستيك سبيس، بالكالر مود البيبسي ساين او اليين يانج ساين، وممكن تلاقي طبعا النك، بالبالسد ويف التو اند فرو. حط عند النك لو كانت نارو نك، السيستول بيدخل بالكامل والدايستول بيرجع بالكامل. تمام، السرعات بتبقى عاليه جدا في الحته دي، فطبيعي انك تلاقي تربلنت فلو. الدايستول هيبقى اسمه يو شيبت ريفيرزد برلونجد دايستول، دي اسمها ايه؟ تو اند فرو. يبقى ده السودو انيوريزم، كلمتين عنه كده. ده غالبا بيجي نتيجه بنتريتنج اكتر منه البلانت تروما، فتحت الارتري على اللي بره، الانتما اتقطعت والميديا، وممكن بس اللي متبقيه اللي هي الادفنتيشن، او ايفن كله اتقطع وميورال او هيماتوما على ثرومبوزس هو اللي عامل الفولس وول، فده اسمه فولس انيوريزم او سودو انيوريزم او بالسيتنج هيماتوما. صدقوني في البراكتس السبب الاشهر بكتير جدا 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 هي الاساطر اللي هي الهاتروجينيك. تمام، طيب السودو انيوريزم هتلاقيه كونكتد للوول او كونكتد للفيسل اللي هو ارتري. طب ينفع يبقى كونكتد لبين يعني فينس سودو انيوريزم؟ ايوه، مشهور جدا ككومبليكيشن للدياليسيز فيستولا. الدياليسيز فيستولا احنا بنحقن في الفين، ما بنحقنش في الارتري او بنحقن في الجرافت، ساعتها هيبقى اسمه ايه؟ فينس سودو انيوريزم. لكن التروماتيك العاديه او اللي بيتاخد مع السندنجر تكنيك وكده بعد القسطره بيبقى غالبا ارتيريال سودو انيوريزم. تمام، هتلاقيه له سمول نيك، ايه ده؟ ده ازرق واحمر، بيبسي ساين او الحاجه الصينيه اللي هي الخير والشر ومش عارف الطاقه الايجابيه والسلبيه والكلام ده بتاعهم، اللي هو الايه؟ الين يانج ساين، ودي هنا البيبسي ساين. فده بالبي مود، بالكلر مود، بالبلسد. لو كان وايد نيك هتلاقي بيزار شيبد فورم عند بيزار شيبد باترن للويف عند الوايد نيك، لكن لو كان نارو نيك الكلاسيك تو اند فرو.
اوكي انذر وان مثلا طلع من الكاروتيد بارشال ثرومبس ده وايد نيك، وايد نيك وموجود في الكاروتيد، يا نهار ابيض دي مشكله، ممكن اركب له ستنت. طب لو سمول نيك، لا ده انا ممكن احقن فيه ترومبين ولا حاجه. اوكي طب ده عند الانجوينال ريجن وكان بعد القسطره، ده انا شكيت مره عملت انيوريزم، شكيت تاني عملت انيوريزم، شكيت تالت، ايه ده تشين اوف انيوريزم او سترينج اوف سودو انيوريزم ممكن تحصل بالذات بعد القسطره، تلاقي واحده واثنين وثلاثه اند سو اون. طيب ايه الاخبار هنا؟ اه فعلا اهو ادي البيبسي ساين وباينه دايناميكالي. طيب ايه الاخبار؟ انا حاسس ان في هنا كوليكشن، كوليكشن في فاسكولاريتي، ايه ده كونكتد بنك بالفيسل وفيها التو اند فرو، مش ده مش ترايفيزك، ده ريفرس برولونجيت داستول، يبقى برضو سودو انيوريزم فورمش. طيب الحاله اللي بعديها تعال نشوف، جاي بتروما او استاره برضو انجواينال ريجون او ابر ليم او حتى كاروتد بسكينه مثلا ولا حاجه وات ايفر. لو كاروتد طبعا هتلاقي فيه ثريل في النك على بلسيتنج هيماتوما في النك ايا كان يعني، لكن لو ديستال ليم ممكن تلاقي فيها اسكيميا. ابص على الارتري فين، ايه كميه الاليزنج العنيفه دي، ده انا المفروض التروما يعني السرعات بتقل، وبصيت ده هنا ال اس انا حاسس كان في كونكشن، وتي اس ايه ده يا جماعه ده في كونكشن، ده ممكن تكون ارتيريو فينس فيستولا، يعني ممكن نشك فيها بالبيمو بالكالر، اه ممكن نشك بالكالر ما فيش مشكله، هات ويف كده في الفين وهات ويف مثلا في الارتيريو تعالى شوف الاثنين السرعات فيهم عاليه جدا، بالذات يهمني بقى الفين، والفين بقى ارتيريالايزد، والارتري اللي كان المفروض مثلا هاي ريزيستنت بقى فيري لو ريزيستنت، الدايستول بتاعه عالي جدا. اول ما تلاقي المنظر ده الفين سرعاته عاليه، الارتري سرعاته عاليه، الارتري بقى الدايستول بتاعه عالي يعني لو ريزيستنت، والفين بقى ارتيريالايز ارتيريو فينس فيستولا ده كمان هاي فلو اللي هي بتعمل اسكيميا. لكن لو كانت سمول ارتيريو فينس فيستولا لو فلو العيان ممكن يعدي زي الحرير ونكتشفها بعد شهور او بعد سنين ربما. تمام ناخد بقى كلمتين عن الارتيريو فينس فيستولا ونحاول نفهمها واحده واحده. هي واصله ما بين الارتري والفين، يا اما تروما عاديه يا اما ابره بانشر يا اما قسطره وات ايفر. تمام كلينيكالي لو هي في الاكستريميتيز ولارج هيجي العيان باسكيميا، لو هي في النك وكانت لارج هيجي بثريل تينيتس، الفين طبعا هيدايليت وهيبقى فيه فيشال اديما اند اند اند. ناخدهم بقى واحده واحده. نورمالي بالذات في الاكستريميتي الارتري بيودي دم من بروكسيمال تو ديستال، والفين بيجيب دم من ديستال الى بروكسيمال، كلام جميل جدا. يبقى بروكسيمالي الارتري سواء ابر ليم او لور ليم تراي فيزيك، خلينا نقول اللفظ الاحسن مالتي فيزيك باي دايركشنال فوق وتحت. طب ديستالي برضو هتلاقيه مالتي فيزيك لكن السرعات اقل شويه، لكن شارب سيستوليك بيت. طب الفين بروكسيمالي هتلاقيه فيزيك يعني تشينجز مع ريسبيريشن، ولو كانت طبعا سنترال فينز ممكن تلاقي فيها كاردياك بالساتيلتي. طب ديستالي خالص ممكن تلاقي مفيش فيزس خالص لان الترانسميشن قل، لكن ستيل فيه، ولو الفين كان ضعيف الفلو بالاوجمنتيشن هي ده نورمالي. طيب لما حصل ارتيريو فينس فيستولا المفروض الارتري كان رايح على الديستال ففي هاي ريزيستنس، انا دلوقتي عشان الكابيلاري بيد وكده والارتريولز انا فتحته على الفين ما فيش اي ريزيستنس، الدم اتشفط، طالما اتشفط السرعات هتعلى جدا جدا جدا، والبريف ريزيستنس كان هي اللي عامله لي الدايستول اللي ريفرس ده، هنا بقى ما فيش بريف ريزيستنس وبالتالي الدايستول عالي جدا جدا لو ريزيستنس باتر. طب الفين، الفين انا دخلت فيه ارتري ارتيريالايزد فلو السرعات عاليه جدا جدا و ارتيريالايزد ويف فورم، يبقى في الارتري بروكسيمال للفيستولا ايه اللي انا ممكن الاقيه؟ لو انا كانت اكستريميتي ارتري كان المفروض نلاقي الهاي ريزيستنس، لا هتلاقي ساعتها ايه لو ريزيستنس يعني دايستوله عالي وسرعاته بقت عاليه جدا جدا لو ريزيستنت باتر، ساعات بنسميه ارتري فيدنج فيستولا باتر. طب الفين، الفين اللي هو كان فيزيك مع ريسبيريشن هتلاقيه بقى ارتيريالايز وسرعات عاليه جدا، انت بتتكلم ده تقريبا شبه الارتري بالظبط، الارتري والفين في حالات الفيستولا الاثنين ممكن يشبهوا بعضيهم. تمام طيب الكلام ده كان بروكسيمال، طيب ديستال ايه اللي هيحصل؟ الدم عشان يوصل بعد هنا لو ريزيستنس، هنا الحته دي هاي ريزيستنس يا دوبك هيروح لها شويه دم قليل،
ده بالنسبه للارتري. والفين هيجي يرجع هيلاقي الحته دي فيري هاي بريشر، هتلاقي بدا يحصل ستاجنيشن. يبقى ايه اللي هيحصل لو كانت هاي، لو كانت هاي فلو فيستولا او لارج فيستولا؟ ممكن يحصل اسكيميا، بدات تبقى بارباستارتس. ده بالنسبه للديستال ارتريز. والديستال فينز ممكن يحصل سلاجش فلو اب تو دي في تي فورميشن. يبقى الارتري ديستالي ممكن يدخل في اسكيميا باربس تاردس، والبين ديستالي لمكان اللارج فيستولا ممكن يحصل استاجنيشن او يحصل دي في تي فورميشن. يبقى انا عرفت كده لو كانت لارج سايزد فيستولا، هاي فوليوم فيستولا، بروكسيمالي هتلاقي هاي فيلوسيتيز هاي ديستول اللي هي لو ريزيستنس ارتري، بروكسيمالي هتلاقي ارتيريالايزد فين وهاي فيلوسيتيز. ديستالي في الارتري لو كانت لارج سايزد فيستولا اسكيميا باربستاردس، ديستالي لفين يا اما ستاجننت يا اما دي في تي فورميشن. عند مكان الفيستولا نفسها ممكن تشوف الحته اللي هي عامله فيري هاي اليزنج. يبقى نشوف الكونكشن نفسها وتلاقي فيها فوكال اليزنج، وتلاقي فيها الاهم بقى ايه؟ كالر بيروي ارتيفاكت. يعني مش مجرد فوكال اليزنج ارتيفاكت، لا، التيشو نفسها بتفايبريت، تيشو فايبريشن او كالر بيروي، فيزبل كالر بيروي ارتيفاكت. دي اللي بتتحس كثريل. اللي عايز يعرف الثريل يحسها في نورمالي في عيان الدياليسيس فيستولا. لكن لو الاحساس ده حسيته في النك في عيان تروما، في الاكستريميتي في عيان تروما، انا متاكد ان انا على لارج فيستولا، هاتها لو سمحت. دي بتبقى مشهوره قوي مع اللي بيتضرب سكينه في الثاي مثلا ولا حاجه، او اللي بياخد رصاصه، لانها بتفتح الارتري على بين بلارج سايز. المشكله كلها هتبقى ان الحته دي نتيجه التروما متغطيه بدريسنج، والكلينيشن بيقول لك اتصرف. فساعتها اعمل ايه؟ ما تعتمدوش بقى على ان انت هتشوف الفيستولا نفسها، لا، التشينجز اللي بروكسيمال مش اللي ديستال. لان الديستال اسكيميا ممكن يبقى ليها كذا سبب، الديستال دي بي تي ممكن يبقى ليها كذا سبب، لكن البروكسيمال لو لقيت لو ريزيستنس او لو لقيت ارتيريالايزد في الفين، انا بتكلم في فيستولا مستريحه. فكونك تلاقي تشينجز عند مكان الفيستولا مش هتلاقيها كتير، لان الحته دي في الاكيوت تروما متغطيه بدريسنج في معظم العينه. تمام. طيب تاني يا شباب، ايه اللي انا ممكن الاقيه؟ هتلاقي حته فوكال اليزنج، او هتلاقي بيزار شيب ويف فورم فيها هايلي تيربلنت فلو نان دايجنوستيك ويف فورم في الحته دي. تمام. طيب ممكن تلاقي ايه تاني؟ ما هو اللي فتح ارتري على فين ممكن يفتح الارتري بره خالص، يعني ممكن يعمل ايه؟ سودو انيوريزم. دي كومن اسوشيشن انك تلاقي سودو انيوريزم على الارتيريال سايد. طب على الفينس سايد ايه اللي بيحصل معاه؟ الارتري مش بيخش البلاد فلو هنا، بيخبط في الوول بعد كده بيكمل، هتلاقي فوكال دايلاتيشن في مكان الارتري وهو بيفتح على الفين. الفوكال دايلاتيشن ده ساعات بيسموه انيوريزمال فيريكس او فاريكوز انيوريزم. ده معناها ان الحته دي هتلاقي فيها مليانه بيري فاسكولار سبيسز بالفعل. لذلك انت لو دخلت في كومباوند او كومبلكس تروما ممكن تتوه، فلازم تبقى عارف ايه اللي هتلاقيه في الارتري، ايه اللي هتلاقيه في الفين، علشان تبقى اورينتد. يبقى لو لقيت في الفين فوكال دايلاتيشن قصاد مكان الفيستولا، ده اسمه ايه؟ فاريكوز انيوريزم او انيوريزمال فيريكس. لكن مكان السودو انيوريزم ايه اللي هتلاقيه؟ البيبسي ساين بالنك بتاعتنا اللي هي الانياك. يبقى دي تشينجز بروكسيمال ديستال وات ذا انجري سايت. تمام. اوكي، ده هنا مثلا حاله ادي كده ما بين الجاجولر وبين الكاروتيد، ده في ارتيريو فينس فيستولا واضحه جدا. تعال نشوف مثلا هنا دايناميك، الدايناميك كده في ليزنج ادي الفيستولا ظهرت مع الارتيريو فينس فيستولا. طيب نبص على الارت، سرعات عاليه جدا جدا جدا، الفين سرعات عاليه جدا جدا، وارتيريالايز. اذا فهي تروماتيك ارتيريو فينس فيستولا. نبص على حاله تانية من حالات التروما ونقول ايه اللي ممكن يحصل تاني. يجي لي ليمب سويلنج سواء ابر اكستريميتي او لور اكستريميتي بوست تروما، يبقى الحق يا دكتور استبعد لي الدي بي تي. او لو انا مش حاسس البلسيشن مع السويلنج العنيف ده، استبعد لي الكومبارتمنت سيندروم، اكيوت كومبارتمنت سيندروم. تيجي تبص عليه بالبيموت سويلنج وإديما وكلام من ده، وممكن تلاقي هيماتوم. تيجي تبص عليه بالكلر، انا مش شايف كلر خالص غير في الميجور فيسلز، يعني مش شايف فين. تيجي تبص عليه بالبلسيت،
يخلص معانا. سبايك او نيدل، نيدل ويف فورم، ما في، انا مش شايف اي ستول، هي حته صغيره من السيستول، ده معناها فيري هاي ريزيستنس للفيسل اصلا اللي هو نورمالي هاي ريزيستنس. يعني امتى اعرف ان الريزيستنس زادت في هاي ريزيستنس فيسل؟ لما تلاقي الويف فورم دي فيري فيري يعني ثين ويف فورم. تمام، ساعات انا ممكن اشوف دايستول لكن برضه هتلاقيه كله عباره عن خطوط مالتيبل سبايكس. فلما تلاقي السبايك باترن ده، دي ماشيه مع الكومبارتمنت سيندروم. ده هنا مثلا كان ابر اكستريميتي كومبارتمنت سيندروم، لكن الاشهر في البراكتس اللور اكستريميتي. لذلك احنا قلنا ان الاحتماليه الاولانيه بوست تروماتيك اكيوت ليمب اسكيميا، لكن لو بوست تروماتيك اكيوت ليمب سويلنج تفكر في ايه؟ لو معاه اسكيميا يبقى اكيوت كومبارتمنت سيندروم، لو الالتيريال بلسيشن محسوسه يبقى اكيوت دي في تي او هيماتوما ايديما اند سو اون. فمثلا هنا الشكل ده ماشي مع ايه؟ ده سوولنج ليم وتنس ليم، لكن فرضا انا حاسس البلسيشن لو ضعيفه ده كلينيشن يعني، يبقى استبعد لي دي في تي يا دكتور، استبعد لي ماسكولار هيماتوما ولا حاجه. لكن لو مش حاسس البلسيشن كومبارتمنت سيندروم، انا بطلب الدبل عشان الكومبارتمنت سيندروم. كومبارتمنت سيندروم نورمالي حته اناتومي صغيره. انا دلوقتي عندي الليك انترو لاترال الليك، في عندي التيبيا وفي عندي الفيبولا وفي عندي انتر اوسيوس ممبرين ما بينهم، وفي عندي اربعه ماسكولار كومبارتمنتس، الانتيريور كومبارتمنت اللي فيه تيبيالس انتيريور واخواتها، البوستيرور ديب كومبارتمنت اللي فيه تيبيالس بوستيرور واخواتها، البوستيرور سوبرفيشال كومبارتمنت اللي فيه جاستروكيميس وسوليوس وبلانتيريس، واللاترال كومبارتمنت بتاع البرونيال. طيب انا ببص انترو لاترال، انا ببص كده ايه من انترو لاترال اسبكت تي اس، فانا هشوف عظمه كبيره ليها شادو تيبيا، عظمه صغيره ليها شادو فيبولا، وخط فلات هوريزونتال ما بين الاثنين اللي هو الانتر اوسيس ممبرين. هتلاقي مرايح عليه طبعا الانتيرو تيبيال فيسلز، ووراه ممكن تلاقي البيرونيال فيسلز. تمام، بعمل ايه عشان استبعد الكومبارتمنت سيندروم؟ تعودوا عينيكم الاول على النورمال. يعني بص وانت بتعمل مثلا اي ستادي، بص على الانترولاترال هنا ونفس المنطقه هنا، وقيس من اول السكين لغايه الانتر اوسيس ممبرين يمين وشمال، وقارن وبص على الفلات ممبرين. عشان تبص على الفلات ممبرين ده يبقى لازم تكون الفوكس عنده. تمام، طيب كومبارتمنت سيندروم احنا ليه قلنا اكيوت بوست تروماتيك؟ لان في عندنا حاجه اسمها كورونيك اكسيرشنال سيندروم كومبارتمنت، اللي هو الناس اللي بتتدرب وكلام من ده ممكن يحصل عندهم ماسكولار اديما، بس دي كرونيك. تمام، لكن احنا هنا اكيوت بوست اوتوماتيك. اللي بيحصل ان بيحصل انجري ما في الحته دي، وليكن انتيرو كومبارتمنت لان هو الاشهر، بيحصل اديما، بتتقفل الفينز، بيبدا يحصل سويلنج كومبريشن على الماسكولار فينز، ماسكولار اسكيميا. طب تعال نبص على الارتريز فيها فلو، انت بتبص على الميجر ارتريز لكن الماسكولار كلها مقفله. يعني انا لو اعتمدت على الارتريز فقط المصل دي هتخش الاسكيميا وجانجرين، وانا هقول لهم الارتريس كويسه، فطبعا مش كفايه. تمام، فلازم نعتمد على كذا نقطه علشان بي مود وكلر مود وبالس دي، عشان نقول لهم ده شكله اكيوت كومبارتمنت. الحق المصل، هتلحق ازاي؟ اقطع الفاشي، فاشيوتومي، خلاص العيان خف. تمام، فالموضوع حله بسيط جدا وان شاء الله تشخيصه برده بسيط. طيب شايفين شكل الرجل؟ اكيوت تنس سوولنج زي بتاعه الدي في تي، ايوه ما هي واحده من ضمن الاحتمالات، لكن هنا ايه؟ نو ديستال بلسيشنز او ويك ديستال بلسيشن. تمام، طيب تعال نشوف، انا بصيت انترولاترال وفي نفس المنطقتين انترولاترال يمين وشمال، وابدا قيس الانتروبوستيريو دايمتر دبل بي موت. في نقطه ثانيه، المفروض الممبرين يكون فلات، اول ما تلاقيه كونكيف لورا اقفش الكومبارتمنت ده في انكريز ديبريشن. يبقى بالانتيرو بوستيريو دايمتر لو لقيت في الرجل اللي فيها تروما الانتيرو بوستيريو دايمتر في نفس المنطقه انترو لاترال زياده عن الناحيه النورمال، انا بتكلم دي رايحه ناحيه الكومبارتمنت. العلامه بقى دي دقيق، لو لقيت مش فلات بقى كونفكس بوستيريو لكونفكس، بسم الله الرحمن الرحيم، الانتر اوسيس ممبرين مايل لورا، مش كونفكس بقى كونكيف لورا. تمام، بوستيرو دي ماشيه مع انكريز بريشر في الانتيرو كومبارتمنت. تمام، اوكي، هنا مثلا كان في الرجل النورمال ده فلات، هنا في الرجل الابنورمال ده انا مش شايفه من كتر ما بقى ديبنت لورا، يبقى لازم نظبط الفوكس في الحته دي. قيس الانتر بوستيرو هنا، قيس الانتر بوستيرو هنا، هتلاقيه زياده.
فالانتروسيس ممبرين سنسيتيف. طب البالسد ويف سبايك. سبايك انت بتتكلم في كومبارتمنت سيندروم اسمها نيدل تايب او سبايك تايب فيري هاي ريزيستنس لدرجه تقريبا انا مش شايف الدايستول. تمام فيري سمول كومبوننت. يبقى انت بتتكلم ان بقى فيري ثين elongated سيستول تمام من غير ما تشوف بقى الاب ستروك والداون ستروك انت شايف خط واحد. يبقى ده عباره عن ايه سبايك تايب او العلامه بتاعت الاكيوت كومبارتمنت سيندروم. ان اديشن نو فينز مش هتشوف فينز خالص دي اول حاجه بتتقفل تمام. اوكي الحاله بقى الاخيره بتاعتنا عشان يبقى جبنا تقريبا معظم التروما. بالنسبه للحالات اللي فاتت سواء كانت البازو سبازم سواء كانت الارتيريال ترانسكشن بارشال او كومبليت الارتيريال ثرومبوزس الشوك ويف اللي بتعدي الانترابمنت الكومبريشن باي هيماتوما السودو انيوريزم والارتيريو فينس فيستولا والاكيوت كومبارتمنت معظمهم بيحصل في الاكستريميتيز ممكن يحصلوا برضو في النك. نيجي بقى عند الدايسكشن ده غالبا يا اما في النك يا اما في الابدومين اشهر. اوكي ده عيان بعد النك تروما جاله شويه نيورولوجيكال سيمتومز فجايين نبص على السي تي بين شكله كويس طب ما تعمل لنا دوبلكس يا دكتور شوف هنا او العكس دوبلكس على طول قبل ما نعمل السي تي بين. لقينا ان في الكومن كاروتيد ارتري جنب الثايرويد جلاند في خط خلصت دي انتيمال فلاب. انتيمال فلاب الانتيمال اتقطعت وريدندنت جوه اليومن دي اسمها ارتيريال ديسكشن. الارتيريال ديسكشن ده يا جماعه سنجل بس ومع ذلك الخط ده في وسطين. ده ممكن تحصل نتيجه البلانت تروما اكتر من البنتريتنج تروما. ديسكشن في منه نوعين. النوع الاولاني ان ممكن الانتما اتقطعت واترفعت فعملت لي ترو اليومن وفولس اليومن وممكن الفولس اليومن يبقى كبير لدرجه انه يضغط على الترو اليومن ويبدا يعمل بقى نيورولوجيكال سيمتومز وكده. تمام. النوع الثاني ان ممكن يحصل ميورال هيماتوما فيسل في وسط الوول اتقطع وبدا يعمل بليدنج اسمها بارايتال هيماتوما وبدات تضغط على اليومن. النوع ده اشهر في الكاروتيد يعني في الانتيريور سيركيليشن وكذلك اللي جاي منه بقى الكاروتيد اللي هو الاورتا. النوع ده اشهر في الفيرتبرا لان هنلاقي ميورال هيماتوما بعد التروما دي عباره عن فيرتبرال ديسكشن. فحاجه زي كده ادي كاروتيد انت بتتكلم في دايسكشن. طب حاجه زي كده ده انتيمال فلاب مش لازم تكون واخده اليومن بالكامل خلاص هي دايسكشن. ده فيسل واحد وانا مش شايف الفلاب لكن اول ما حطيت كده لقيت احمر وازرق في كاروتيد انا متاكد ان هو دايسكشن حتى من غير ما اشوفها البي مود بتاعتك ضعيفه لكن الكلر مش هيكذب. طيب بصينا هنا ويف وهنا ويف ده انت في نفس الفيسل تمام ومع ذلك دي ريتروجريد دي انتجريد. الانتجريد طبعا هو ده الترو اليومن والريتروجريد هو الفولس اليومن. طب في الفيرتبرال نورمالي الارتري بوستيريور للفين الارتري لارجر عن الفين فلو جينا نشوف مثلا ادي الفين وادي الارتري ارتري ايه ده في ميورال ثرومبس في الحته دي ده مثلا كانت الترانزفيرس بروسس بتاع سي 6 ولا حاجه يبقى ده في 1 سيجمنت. طيب ايه الاخبار في الحته دي وليكن ده ترانسفيرس وده ترانسفيرس وده الفين ده الارتري ما فيهوش اي فلو اللي المفروض سرعته اعلى من الفين يبقى ده كومبليت ثرومبوز ده اكشوالي تايب اوف دايسكشن. الدايسكشن بعد التروما نتيجه الميورال ثرومبس ممكن تقفل الوول بالكامل يبقى ممكن نلاقيها بارشال او نلاقيها كومبليت ده بالنسبه للفيرتبرال. لكن بالنسبه بقى للكبير بتاعنا بقى الاورده ده بيتقسم بستانفورد كلاسيفيكيشن انا مش هاخد فيها كتير. ستانفورد كلاسيفيكيشن للدايسكشن يا اما تاخد الاسندنج اورتا لوحده او الاسندنج والديسندنج دي اسمها ستانفورد اي يا اما تاخد الديسندنج من بعد ثالث برانش دي اسمها ستانفورد بي. ونخلي بالنا ان الدايسكشن انتمال فلاب واتقطعت ممكن تطلع في السيريبرال فيسلز ممكن تنزل على الميزنتريك او الرينال فيسلز. يبقى لو لقينا حاجه زي كده زي الحاله دي كان بيتهيألي دكتور احمد المنوم ربنا يكرمه من البراكتس بتاعه ايه ده الابدومينال اورتا ادي كده الاورتا وادي الجاستروسفيجيال جنكشن وادي كده الليفر وانا واقف ال اس فيها فلاب عظيمه وممكن تكون داخله مثلا في السيلياك ده ممكن يكون السيلياك ده ممكن تكون داخله في السوبيريو ميزنتريك اند سو اون ولا الرينال ادي تي اس وادي ال اس بتاعها ارتيريال دايسكشن مطلوب مني شوفها رايحه لفين.
تمام. طيب حاجه زي كده في ارتيريال ديسكشن، ايوه ده في انتمال فلاب مستريحه. طيب الحاله اللي بعديها في ارتيريال ديسكشن، في وكمان معديه، ده شكل السوبيريو ميزنتريك لان ده كده السيلياك. يبقى لو شفت ديسكشن لو سمحت قول لي هي داخله لفين، بدايتها فين نهايتها فين، يعني حاجه زي كده وانا في الابدوم بدايتها ده ديسندنج ثراس ابدومينال اورت، يبقى بدايتها ثراسك، يبقى العيان ده محتاج يعمل سي تي اي، مش هكتفي بالابدومين الترا ساوند. بالاضافه نهايتها فين والبرانشات اللي انفولفنج، يبقى بدايتها فين نهايتها فين والبرانشات بتاعتنا ايه. احنا كده في التروما كورس بفضل الله سبحانه وتعالى اتكلمنا على الابدومينال تروما بمختلف انواعها، الشيست تروما، السبيشال تايبس، بريجننسي، تشيلدرن، نيك، اوكولار، سكروتال، بينايل، ماسكو سكيليتال اند فاسكولار تروما. يا رب تكونوا استفدتوا من المحاضرات دي، واتمنى ان انتوا تطبقوها وتنشروها قدر المستطاع، والسينيور فيكو يعلم الجونيور، محدش يحتفظ بالمعلومات دي لنفسه ويتحاسب عليها لوحده، حاولوا تنشروا العلم وربنا يعني يكرمكم ويوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.